منطقة سيدي طوي من معتمدية بن جردان. الزمان في حدود الساعة منتصف الليلة الماضية، في سياق دورية روتينية عادية لحماية الحدود التونسية الليبية من قبل قوات الحرس الوطني، تمكنت وحدة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببن جردان من إيقاف سيارة ليبية متوغلة في عمق حوالي 15 كيلومتر داخل الأراضي التونسية. أمكن للدورية هذه إيقاف السيارة هذه والسيطرة على كافة راكبيها اللي تبينوا أن عددهم 7، وبتفتيشهم تبينوا أنه في حوزتهم أسلحة حربية وبنادق صيد، وباقتيادهم المقر المنطقة تمت مراجعة النيابة العمومية. هذه العملية تنضاف إلى سلسلة العمليات التي تم إحباطها مؤخرا داخل التراب الوطني من قبل مختلف الأحزمة الأمنية التي تؤمنها قوات الجيش الوطني والحرس الوطني من أسلحة وذخيرة ومواد ممنوعة يحاول أصحابها إدخالها إلى التراب التونسي. دعت الجمعية